بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الثالث الثانوي والأستاذ عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله شباب مستمعين كتاب المعاصر 2024 الوحدة الثانية. النهاردة إن شاء الله نختمها مع التست اللي جابوا لك كتاب المعاصر على هذه الوحدة، والبداية على صفحة 113 على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم مرة كمان، ونبدأ بالجزء اللي فيها We should reward those who have made significant welfare بعدها to our society. يجب علينا أن نقوم بمكافأة أولئك الذين قاموا بإيه ذو دلالة للمجتمع بتاعنا. ammunition اللي هي الذخيرة، constitutions اللي هي جمع كلمة constitution دستور تبقى دساتير، distributions معناها جاي من كلمة distribute بمعنى يوزع، وعندي contributions بمعنى إسهامات. هي دي الناس اللي كان لها إسهامات عظيمة وذات دلالة في المجتمع، محتاجة إن احنا نكرمها أو نكافئها. طبعا reward معنى مكافأة. رقية is as، وجاء فراغ بعدها as رودينة. رقية ورودينة زي بعض في ايه؟ هنشوف. They are the same height. هما الاثنين نفس الطول. يبقى long طويل صفة للأشياء غير الإنسان. heavy ثقيل، high مرتفع، ودي للمباني. tall للبني آدمين. يبقى as tall as رودينة، رقية زيها زي رودينة في الطول. ذا وفراغ بعدها of the woman as a homemaker no longer exists، كذا للسيدة انها يعني ربة بيت او سيدة البيت. طيب الموضوع ده انتهى خلاص يعني، ماشي. She now holds key positions around the world. هي حاليا بتشغل وظائف ومهام لها يعني وضعها في انحاء العالم. طيب يبقى هنا بقى ستيريو، ستيريو ده جهاز ستيريو. ستيريو طيب اللي هي فكرة نمطية، location موقع او مكان لشيء، وسايت موقع مباني او ما الى ذلك. المهم عندي هي the stereotype of the woman as a homemaker، الفكرة النمطية القديمة اللي لاف عليها الزمن والظهر، اللي بتقول ان الست هي مكان الوحيد هو البيت، الوحيد هو البيت والدنيا دي. لا لا لا، انت الموضوع ده انتهى. ده السيدات بيشغلنا مناصب ووظائف مهمة جدا حول العالم. This device، هذه الآلة، is not، ليست ايه expensive، غالية as، خد بالك من دي، that I bought last year، زي ان انا اشتريتها ايه السنة اللي عدت. طيب خلي بالك ان هو عايز يقول ايه، ان مفيش تشابه ما بين هاتين النقطتي ايه التفضيل والمقارنة، مفيش تشابه بينهم. يبقى طرف اليسار لا يساوي الطرف اليمين، يعني الديفايس دي لا تساوي الديفايس بتاعت السنة اللي عدت. طيب جايب هو نوت وجايب الفراغ اكسبنسيف وجايب از، فاضل لي هنا هو، فاضل لي از او سو، مين الموجودة؟ موست لا، از هي موجودة، ليس لا ومور لا، خلاص، لان دي هي اللي بتقول لي لا يوجد تساوي ما بين طرفي المقارنه. The World Cup، كاس العالم، is one of the most important، ايه، واحد من اهم راوندز، جولات، كورتس، ملاعب، جراند سلامز، البطولات الاربعه في التنس، ولا تورنمنتس، هي دي البطولات المجمعه. كلمه تورنمنت معناها بطوله مجمعه من مجموعه دورات و ومراحل. كاس العالم طبعا فيه كذا مرحله، دور 32 16 ما اعرفش وهكذا. نروح لجمله رقم 6 بيقول لك فيها there were floods because it كذا for 3 days، كانت هناك فيضانات لان الدنيا كذا لمده 3 ايام. جميل جدا. فور وراها مده زمنيه محدده تدل على حاجه لها علاقه بالاستمراريه، فين؟ في الماضي، عشان وير التام المستمر. ليه؟ لان المطر الفلادز اللي هي الفيضانات واضحه اثارها كانت موجوده في المكان. سبب ده ان المطر قعدت تمطر، استمرت في عمليه هطول الامطار لمده 3 ايام. يبقى هاد بين رين، ده بناء المجهول في الماضي التام، هاد بين ريننج ماضي تام مستمر وهي الاجابه بتاعتنا. ووز رين ده بناء المجهول في الماضي البسيط، وهاز بين ريننج مضارع تام مستمر. انا عايز ايه؟ عايز الماضي التام المستمر، واخدت اجابه وقلنا السبب ايه. سبعة there are floods، الكلام اختلف، فوق كان بيقول لك where يعني عدى، are يعني دلوقتي، there are floods طالما دلوقتي ماشي، وفي هنا هو الفلادز انت قدام عينيك شايفها، يبقى كانت بتمطر في المضارع التام المستمر has been raining for 3 days، المطرة استمرت في الهطول لمدة 3 ايام. ولما نيجي ندي معلومة بسيطة كده نقول ايه؟ نقول ان الماضي التام المستمر هو ماضي المضارع التام المستمر، تمام؟ ودي نقطة مهمة جدا نعرفها. تملا فيها طارق جراند فادر، جد طارق، جاي فراغ بعدها a long illness، long illness معناها فترة مرض طويلة ربنا يعافينا، and is back home after many weeks، والحمد لله رجع البيت بعد اسابيع عديدة in hospital، في المستشفى. طيب نقول هنا هو ايه؟ نقول treated بمعنى عالجة، ولا achieved انجزة، ولا over did قام بفعل شيء زيادة
عن يعني بافراط في الاداء للشيء، ولا اوفر كيم تغلب على الحمد لله. هي دي يبقى تاركس جراند فاذر اوفر كيم الونج النس، الحمد لله تخطى او تغلب على فتره طويله من المرض وربنا الحمد لله عافى ورجع البيت. I must admit that يجب ان اقر بان this is هذا كذا view منظر او مشهد that I have ever seen انا شفته في حياتي كده فيها تفضيل. بما ان تفضيل وصفة قصيد مقطع يبقى هنقول ذا نايسست، ذا اجمل منظر انا شفته في حياتي. ما ينفعش نايسست من غير ذا، لان ما فيش ما يؤدي الى ده، يعني لا في ملكية لا ضمير ولا ابص ولا حاجة زي كده. نايس انا هو مقارنة وعايز تفضيل، نايس صفة في طبيعتها، انا عايز تفضيل مش عايز صفة في طبيعتها. حركنا الشاشة مرة كمان عشان نخلي الجمل من 10 ل 14 زي اللي قدامنا. نادية is a nurse and تشتغل ممرضة who won a or an فازت بكذا في العام 2020 for her work during the health emergency اللي عملها اثناء حالة الطوارئ اللي كانت موجودة في الصحة طبعا بسبب طبعا كورونا ربنا يعافينا طبعا. طيب يبقى هي كده فازت بايه؟ فازت بأورد مكافأة رسمية ولا كونتريبيوشن اسهام ولا ستيريو تايب فكرة نمطية ولا رول موديل مثل اعلى. هي كده فازت بأورد، وطبعا الفوز هنا رسمي لان أورد مكافأة رسمية دي تمنح من جهات رسمية متخصصة. الأورد ده حاجة فيها زي ما قلنا رسمي. شي سيمد ديد تايرد شكلها كانت يعني ميتة من التعب زي ما بيقولوا. طيب وين شي ارايفد عندما وصلت هوم يسترداي بالامس، طبعا الاشاره للماضي واضحه يعني يسترداي ارايفد سيمد يعني كلها دي حاجات تقول لك ان الدنيا ماضي. طيب شي كذا هارد ماشي، وبعد كده بكمل ايه اول دي اللي تهمني افترنون. حلو خالص، خد بالك من الحته دي، احنا قلنا اول وراها ظرف زمان تدل على الاستمراريه، فانه زمن عامل حاجه احنا قلنا يسترداي وارايفد مش عارف ايه بدايه في الماضي ها التام المستمر. تمام، هي كان شكلها ايه ميته من التعب زي ما بيقولوا لما وصلت البيت الامس. ليه؟ لانها كانت شغاله طول فتره ما بعد الظهر. يبقى هاد بين وركينج، ما ينفعش اقول هاد وركينج لانها ماضي تام فقط، وانا عندي دلاله استمراريه بقول اهي. ما ينفعش اقول هاز بين وركينج ده مضارع تام مستمر والكلام كله ماضي، وما ينفعش اقول واز بين وركينج لانها فيها من المجهول في الماضي المستمر. مشغول فيها اور ان وفراغ بعدها از ان اكسبرت ان ذا انتراكشنز of matter and energy in physical universe. طيب ايه الكلام ده؟ بقول لك كذا هو خبير في التفاعلات التي تحدث ما بين المادة والطاقة في الكون الفيزيائي. طيب ده ايه ده؟ ده راجل بتاع فيزياء. طب نقول عليه سايكولوجيست عالم نفس، ولا فيزيست اللي هو عالم في الفيزياء، ولا اركولوجيست عالم في الاثار، ولا سوشياليست عالم في موضوع الاجتماع والحاجات زي كده؟ لا ده راجل فيزيست، راجل فيزيائي. سويسرلاند از، وجاء فراغ بعدها يوروبيان كانتري، عايز اقول لك ان هي دوله اوروبيه. طيب وير فور لانجويجز ار سبوكن، حيث يتم التحدث باربع لغات فيها. طيب المهم عندي ان كلمه يوروبيان كلمه شكلها كده تبدا بحرف متحرك لكن نطقها حرف ساكن، يبقى احط قدامها ا، ما اقدرش احط قدامها ان طبعا ولا ذا ولا ان انا اسيبها من غير ارتكل. ابص بقول لك فيها when you start a speech، لما تبدا تلقي كلمه تبدا كلامك. طيب اور ان ايه بقى؟ كويشن سؤال، هيقول لك سؤال بقى تشوف انت مواصفاته. از وان ذات ميكس يور اودينس ثينك، وده سؤال بيخلي المستمع ليك يفكر شويه. ايه نوع السؤال ده كده؟ انتروجاتيف سؤال استفهامي، ولا افرماتيف في اثبات، ولا انفورماتيف في بتعلن حد بحاجه بتدي توجيه يعني، ولا ريتوريكال اللي بيقولوا عليه سؤال بلاغي. سؤال بلاغي هو سؤال لا تنتظر منه اجابه، يعني انا بقى اوجهه للي قدامي علشان بس اشد انتباهه يتابع معايا اللي انا هقوله وياخد باله من كلامي، لكن مش عايزه يرد، بوجه له سؤال بيقولوا عليه سؤال بلاغي. ريتوريكال معناها بلاغي. نتحرك ماشي يا شباب عشان نروح نكمل بقى الامتحان اللي جايبه المعاصر 2024 على الوحده الثانيه، ووصلنا للقطعه الاولى واللي بتتكلم عن واللي بتتكلم مع واحد من اعظم كتاب الدراما في الادب الانجليزي ويليام شكسبير. ويليام شكسبير من مواليد القرن ال 16 وتوفي في اوائل القرن ال 17، مواليد 1500 وتوفى سنه 1616 تقريبا، يعني تقريبا ده تاريخ وفاته. تمام، المهم انه طبعا ولد في ميناء او سوق مدينه، طبعا هناك عندهم مدينه تجاريه، مدينه ستارتفورد ابون افون، وكان بيدرس في الفتره دي في المدرسه المحليه بتاعتها، ودراسته كانت متركزة حول دراسة اللغة اللاتينية.
ما فيش معلومات مؤكدة عن السبب اللي خلى ويليام شكسبير يسيب بلده وينتقل إلى لندن، لكن الكاتب من الخطة اللي قدامنا بيقول الحمد لله إن هو ساب مدينته الصغيرة دي وانتقل للحياة في لندن، لأن ده هو اللي خلانا نعرف ويليام شكسبير ونشوف الكتابات العظيمة بتاعته. طبعا لما نزل لندن ويليام شكسبير كان معهوش فلوس، وبالتالي لا فلوس ولا أصدقاء، وبالتالي اضطر إن هو يشتغل كراعي للخيول في قدام مسرح من المسارح اللي بتعرض مسرحيات في لندن. بعد شويه من طول تواجده امام المسرح بدا الممثلين والاشخاص الموجودين هناك يتعودوا عليه، يتكلموا معاه، لاحظوا ان هو انسان متقن الذكاء، وبعد شويه طلبوا منه ان هو يكون معاهم في الفرقه المسرحيه بتاعتهم، وبحلول عام 1592 اصبح ويليام شكسبير واحد من ثلاثة شخصيات مهمين جدا في الفرقة المسرحية. الفرقة المسرحية دي كان اسمها لورد تشامبليون، ودي كانت مسرحية بيرعاها البلاط الملكي، يعني تحت حماية البلاط الملكي زي ما بيقولوا. شكسبير بدأ يبقى عنده ثروة طائلة جدا من خلال العمل المسرحي، وكان في نفس الفترة برضو عمال يألف مجموعة من المسرحيات، وزيع تم تمثيل عرض مجموعة من المسرحيات بتاعته، أكثر من 11 مسرحية عرضت في على المسرح، من أشهرهم أوثيلو اللي هي مسرحية أوتيل، ماكبيث، إنجيلين، الملك لير، وآخر أعماله المسرحية مسرحية اسمها ذا تيمبست، العاصفة، وطبعا دي كلها أعمال مسرحية لويليام شكسبير. طيب نتحرك بالشاشة بتاعتنا عشان نشوف الأسئلة اللي جاية على القطعة بتاعت شكسبير. وأول سؤال فيها: The main idea of the passage is، الفكرة الأساسية اللي بتدور حواليها القطعة المعاناة اللي مرت بيها حياة شكسبير في بدايتها، وقد إيه بعد كده أصبح إنسان ناجح. نحرك الشاشة، بتبقى الجملة رقم 18 هي اللي عليها قدامنا the last paragraph، الفقرة الأخيرة means that Shakespeare، الفقرة الأخيرة بتعني إن ويليام شكسبير produced، اللي هي بيقول لك فيها إن أكثر من 11 مسرحية، produce more than 11 plays، أنتج أكثر من 11 مسرحية. في 19 according to the passage، تبقى القطعة بتاعتنا we can understand، وكان نفهم إن the word brilliant، كلمة brilliant هنا حسب القطعة شباب معناها wonderful، إنسان رائع وكلامه جميل. نحرك الشاشة مع جملة 20، بيقول لك فيها the passage gives us a good lesson، القصة القطعة قدامك دي بتديك درس، درس جيد في that it's better to، إنه من الأفضل إن الإنسان endure hardships or obstacles، بمعنى إن الإنسان من الجيد له إنه يتحمل الصعوبات والعوائق زي ما بيقولوا يعني، ويتخطاها طبعا كلها. نتحرك مع الشاشة عشان تبقى 21. Why do you think the actors، ليه تعتقد إن الممثلين at the theater في المسرح invited Shakespeare، طلبوا من شكسبير أو دعوا شكسبير to join their company؟ كلمة company هنا مش معناها شركة شباب، معناها فرقة مسرحية. ليه طلبوا منه إن هو يعني يبقى معاهم في الفرقة بتاعتهم؟ Because he spoke magnificently، كان بيتكلم بطريقة رائعة جدا زي ما قلنا، وكان عنده لباقة عالية جدا. في نرجع فيها according to the passage، حسب القطع the reason that made Shakespeare left his town was، حسب القطع قدامنا السبب اللي خلى شكسبير ساب مدينته اللي اتولد فيها، الحمد لله هم طبعا فرحانين، بس طبعا السبب مش معروف، مش عارفين ليه ويليام شكسبير ساب بلده ونزل للندن. يعني احنا نقدر نخمن انه طبعا سابها اكيد بحثا عن العمل وفرصه عمل وحياه افضل، ده اكيد طبعا. Why did Shakespeare look after the gentleman's horses؟ وليه كان بيعتني بالخيل بتاعت الناس اللي كانت بتيجي when he first arrived in London؟ ليه؟ لانه ما كانش معاه فلوس وكان محتاج ان هو يكسب بعض المال. في 24 بيقول فيها according to the passage، حسب القطعه Shakespeare's plays were، مسرحيات ويليام شكسبير كانت more attractive to the audience، كانت لها جاذبية عالية جدا مع المتفرجين والمتابعين. طيب نروح القطعة التانية، ودي قطعة جميلة جدا جدا، بيسعى الكاتب من خلالها إلى تعزيز فكرة معينة عندنا اللي هو عند الإنسان والبشر. طبعا الفكرة هي فكرة إن إحنا نعيد تصنيع، أو اللي هي ريسايكلينج، نعيد تصنيع كل ما يمكن إعادة تصنيعه، سواء كان معدن، بلاستيك، ورق، أي حاجة. الكاتب بيبدأ موضوعه بأنه بيقول إن حياة الإنسان مرت بالعديد من التغيرات، ومجموعة من إيه هذه التغيرات لها علاقة بالناحية الاستهلاكية للإنسان. بيقول إن أجدادنا قبل 60 سنة كانوا ناس منظمين جدا، ما بيرموش حاجة خالص، كل ما يمكن إعادة استخدامه بيستخدموه، كانوا يعيدوا استخدام الباطل زي الزجاجات، جارز، البطرمانات، الكارد بورد بوكسز، الصناديق الكرتونية، بيبر باجز، أكياس الورق، كل حاجة ممكن يعاد تصنيعها أو استخدامها هم كانوا بيستخدموها.
بعد شوية المجتمع بدأ ينتقل لنقطة لا ارمي 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 ارمي، طب انت عمال ترمي عمال ترمي، تخيل انت بقى الحاجات اللي فيها الفود باكجينج ده، هي السو ماني بلاستيك باجز والحاجات نوديها فين؟ تخيل النيوز بيبرز القديمه دي، الاولد بوكس، الباتلز، الكانز، الحاجات دي كلها لو انت قعدت ترمي ترمي ترمي، تاثيرها على البيئه، تاثيرها على البيئه كارثي. طيب هل ممكن الاستفاده منها؟ اه ممكن الاستفاده منها. رجعت بقى تاني لحكايه ايه، السايكلينج وحكايه الريسايكلينج تحديدا. عندي بقى صناعات جديده جدا بتعتمد على الريسايكلينج مهمه جدا، والدليل على كده عندك انت في جزيره تايوان. جزيره تايوان بتشتري مخلفات الورق من امريكا علشان تعيد تصنيعها، تعملها جرايد، تعملها للاشياء الاستخدامات المكتبيه وكمان المنزل. اليابان بتاخد الحديد او المعادن عموما المستخدمه قبل كده من امريكا وتعيد استخدامها تاني في اجزاء اخرى. معظم الدول الاوروبيه والامريكيه، المدن، معظم المدن الاوروبيه والامريكيه تمام دلوقتي عندها مراكز كبيره جدا لاعاده التصنيع، مصانع طبعا اقصد بيها للباتلز القديمه، النيوز بيبرز، الحاجات دي كلها. طيب حكايه اعاده التصنيع دي او اللي هي ريسايكلينج مفيده لمين؟ وهل هي مفيدة فعلا ولا لا؟ طبعا مفيدة جدا جدا، مفيدة لطرفين مهمين جدا، اولا للبيئة، ثانيا للبشر، بيزنس عالي جدا. ليه؟ يعني لو خدت مثال، طبعا للبيئة ان انت بتنقذ البيئة من هذه المخلفات. طيب بالنسبة للانسان والبيزنس ايه؟ قال لك لو خدنا على سبيل المثال الريسايكلد الومنيوم كونتينر، لو انت عندك حاوية من الالومنيوم معاد تصنيعها، يعني معمولة من مواد معاد تصنيعها ارخص بنسبه 20% عن ما لو انت صنعتها من الاول، فطبعا كده الفايده موجوده لكل من البيئه وكمان الانسان. نشوف الاسئله اللي جايه على القطعه الثانيه، والسؤال السابق 25 والبدايه. The best for this passage is، افضل عنوان نحطه للقطعه دي هي an old habit people need nowadays، عاده قديمه اللي هي كان بيعملها اجدادنا من 60 سنه، اللي هي استخدامهم زي ما قلنا لكل الاشياء اللي يمكن اعاده استخدامها تاني، اللي هي عندنا فكره الريسايكلينج. The second paragraph represents، الفقره الثانيه بتمثل ايه؟ The idea of recycling، فكره الاعاده بتاعه التصنيع، الدعوه ليها يعني. لازم نعيد تصنيع اللي إيه؟ كل ما يمكن زي ما قلنا اعاده تصنيع. طب نحرك الشاشه عشان تبقى السؤال 27 هو اللي عليه الدور. What change، ايه التغير اللي حصل that the writer referred to، بيشير ليه الكاتب in the first paragraph في الفقره الاولى، التغير كان في ايه تحديدا؟ اللي هي people began to recycle old things again، الناس رجعت تاني تعيد تصنيع الأشياء المستخدمة فيما سبق. طيب 28 لسه على القطعة التانية. The main idea of the last paragraph، الفكرة الأساسية في الفقرة الأخيرة بقى من الحتة دي، هي recycling has benefits for both people and the environment، اللي هو recycling زي ما قلنا مليان فوائد للإنسان وكمان للبيئة. 29 بتقول without recycling people will، بدون إعادة التصنيع الناس ممكن تبقى إيه؟ هتحصل إيه للناس؟ will suffer from more environmental problems، هتعاني من مزيد من المشكلات البيئية. سؤال ترتيب لسه على القطعة الثانية، what did the writer's evaluation about consuming habits؟ إيه تقدير الكاتب لعادات الاستهلاك؟ إيه بقى تقديره ليها؟ عايز يعملها إيه؟ he likes to decrease them، عايز ينقص عادات الاستهلاك. في وقت دي our grandparents، أجدادنا were، أجدادنا كانوا إيه بقى than we are today، أكتر مننا دلوقتي. هم طبعا كانوا more economical، كانوا ناس اقتصاديين، يعني اقتصاديين لما بيعيد استخدام حاجة ده كده إنسان اقتصادي. recycling our rubbish means، إن إحنا نعيد تصنيع الرابش، rubbish معناها قمامة، معنى إيه؟ معنى using it again، إن إحنا بنعيد استخدامها مرة أخرى. 33 ودي كده أول جملة ترجمة شباب وباللغة الإنجليزية نحو اللغة العربية. Many great inventions are initially received with ridicule and disbelief but finally became great. الجملة دي تناسبها الحرف ألف، نحط عليها خط ونقراها ونقارنها مع الإنجليش بتاعها. الجملة على بعضها ما تنفعش اسم، يعني هي أساسا جملة قصيرة يعني. Many great inventions are initially received with ridicule and disbelief but finally became great. تم استقبال العديد من الاختراعات العظيمة اللي هي great inventions، تمام كده؟ في البداية بالسخرية، كلمة سخرية اللي هي ridicule، تمام كده، والإنكار اللي هي disbelief، لكنها في النهاية أصبحت عظيمة but finally became great. قارن بقى، تم مواجهة، لا هو ما قالكش مواجهة وقال لك received، كلمة received معناها تلقى مش معناها
واجه، تم استقبال الاختراعات الكثيرة، وقالش الكثيرة ولا قال كثيرة ولا القليلة، قال ميني العديد. يبقى أنا عندي مشكلة في حكاية إيه؟ الكثيرة دي اللي هي، لا هي مش كثيرة، هي عديد مش كثير. طب تم الترحيب؟ لا، هو ما تمش ترحيب، بالعكس، ده الناس في البداية كانت بترفضها أو بتتعامل معاها بطريقة فيها، يعني يبقى كلمة الترحيب هنا هو ما تنفعش، إن هو قال ريديكيول. الترحيب ده وصل لها آخر حاجة بالعديد من الدعوات العظيمة في البداية، يعني انت عمال عك اقرا كده هتلاقيها جملة مليانة اخطاء. نحرك الشاشة عشان تبقى جملة رقم 34 هي اللي عليها الدور، ودي برضو جملة باللغة الانجليزية. Sports reinforce important values in society like honest competition and teamwork. There is no I in team is a good sports thing. طيب الجملة المناسبة اللي احنا شغالين عليها يا شباب هي في الحرف د، نحط عليها خط الأول ونرجع نقارنها مع بعضها. بيقول لك فيها إيه؟ بيقول لك فيها sports reinforce important values in society. خلينا نحددها، هو الكومة دي تدعم الرياضة، الله فين تدعم؟ تدعم ده هي reinforce، خلاص يبقى عندك هنا بدأ بيها، تدعم الرياضة قيم مهمة في المجتمع مثل لحد هنا كم بقى ادي لايك اللي هي مثل اهي، هنكمل honest competition and teamwork لحد النقطة في المجتمع مثل المنافسة الشريفة والعمل الجماعي، تمام. There is no I in team، فهناك مقولة رياضية جيدة تقول لا يوجد أنا في الفريق. يعني لا يوجد أنا، يعني لأن هي ما بتقولش أنا اللي عمل، لا في الفريق مفيش حاجة اسمها أنا، ودي إيه is a good sports team. طيب تساند الرياضة قيم مهمة، تدعم الرياضة قيم مهمة، sports reinforce. reinforce معناها تعزيز مش معناها مساندة، تساند اللي هي support، مش العربي مش مظبوط يعني. الرياضة قيم مهمة في المجتمع مثل المناقشة الأمينة، فين كلمة مناقشة دي؟ جبتها منين أنت مناقشة؟ هو بيقول لك competition ما قالش مناقشة. طيب تدعم الرياضة أشياء سمينة، فين أشياء سمينة دي؟ هو لا قال أشياء سمينة ولا ملهاش قيمة، ولا إيه؟ هو قال لك important values، تمام، قال لك قيم، وقال لك قيم مهمة، ما قالش إنها سمينة ولا حاجة. طيب ترسخ الرياضة قيم مهمة، ترسخ reinforce معناها يعزز، تمام، الرياضة طيب قيم مهمة في المجتمع، طبعا إن هو لا مش ترسخ، هي تدعم في المجتمع مثل المنافسة الآمنة، وما قالش إن هي آمنة أو فيها خطورة. honest هنا معناها أمين أو شريف مش آمن. طيب نروح لجملة 35، وهنا بقى نبدأ جمل عربي. يجب علينا أن ننشئ الأطفال على الثقة بالنفس والوطنية واحترام الآخرين ليكونوا مواطنين صالحين مفيدين لأوطانهم في المستقبل. طيب الجملة المناسبة دي هي في الحرف سي، نحط عليها خط الأول ونرجع بقى إيه نقارنها، تمام. طيب ماشي يا سيدي، يلا يجب علينا أن ننشئ الأطفال على الثقة بالنفس والوطنية واحترام الآخرين، فحط في الأسطوب بنستفيد بيه. We should bring up our children on self-confidence اللي هي الثقة بالنفس. الوطنية هي patriotism، كمل ها، and respecting other people، ادي الفلسطوب اهو، ليكونوا مواطنين صالحين مفيدين لأوطانهم في المستقبل. To be as good citizens useful to their countries in the future، جميل. طيب يلا بقى، We should bring our children up on self-tolerance. self-tolerance معناها تسامح مع الذات، لا يا سيدي احنا قلناش كده، نقول ايه الثقه بالذات. طيب we should bring our children up on self confidence، جابها optimism، optimism اللي هي التفاؤل، لا هو مش بيتكلم عن التفاؤل، هو قال لك يعني patriotism الوطنيه، ما قالش التفاؤل ولا اي حاجه. طيب نروح للجمله الثالثه، نخليها مع الجمله الصحيحه. we should bring up our children on self confidence، جابها patriotism، جابها and suspecting معناها الشك في كذا، لا هو قال لك respecting. جملة 36 ودي آخر جملة في الترجمة بالنسبة للامتحان، لسه طبعا الامتحان لسه الوباقي. المعلم القدوة يمثل مصدر إلهام لطلابه، فهو يغرس فيهم القيم والإيجابية بشكل غير مباشر، لذا من الضروري الاعتناء به ماديا وعلميا. طيب الجملة المناسبة هنا في الترجمة هي في الحرف بي، وجاية قدامنا في نفس الصفحة، تمام، ونقارنها بقى مع العربي. المعلم القدوة يمثل مصدر الإلهام للطلاب، خلينا نحدد الحتة دي.
The role model teacher is a source of inspiration for his or her students. تمام. فهو يغرس فيهم القيم والإيجابية بشكل غير مباشر. اللي حد الحتة دي. تمام. He implants the values and positiveness indirectly in them. جميل. حد هنا اهو. تمام. لذا من الضروري الاعتناء به ماديا وعلميا. So it's a must to look after him financially and scientifically. جميل. حد هنا تمام. طيب قارن بقى. The role model teacher was. لا هو ما قالكش كان. هو بيقول لك المعلم القدوه يمثل. كلمه يمثل قدامك دي تدل على المضارعه. ما اقولش عليها was لو هي الغلطه الوحيده اللي كفت. نكتفي بغلطه واحده عشان ما ناخدش وقت جامد في الكلام. طب تعالى قارن دي بدي بقى. ظهر قدامك اهي. The role model teacher is a source. جابها source ماشي. ايه جاب از وجاب source of depression. depression معناها احباط. لا هو مش مصدر احباط. المفروض ان هو مصدر الهام. طب نروح للجملة الثانية. الغلطة في كلمة رول. رول معناها قاعدة. دي كفاية انها تكون غلط. وصلنا جزء اخير في امتحان الشباب وده من حاجتين اللي هما فيهم الكتابة. عندك القصة بتاعت Great Expectations وعندك الست اصول اللي هتكتبهم لنا على الموضوع اللي قدامك ده لما نوصل له نتكلم عنه. نشوف القصة. طبعا دي اسئلة رأي واللي انت هتقوله فيها طالما انه هو اجابة منطقية خلاص مفيش مشاكل. ده جايب لك كوتيشن. كوتيشن معناها جملة مقتبسة من النص يا شباب. بيقول لي فيها I'd rather she hit me than you. كنت اتمنى انها تضربني انا ما تضربكش انت. اللي قال الكوتيشن ده شباب قالوا جو جوز اخت بيب. جو الراجل الحداد جوز اخت بيب. طيب لما قال الكلام ده هو يسالك سؤال. What does this tell you about Joe's personality? ده يقول لك ايه عن الشخصيه بتاعت جو؟ يقول لي اني This shows that Joe is kind hearted and friendly. ده انسان قلبه طيب وكمان انسان ودود. ستيلا ديسكرايب. ستيلا طبعا البنت اللي موجوده عند السيده هشام. ديسكرايب بيب از بين كومن. قالوا له ده انت ايه؟ انت كومن. كلمه كومن يعني اهانه يعني. طيب اللي هي علمنا في اللهجه الموسيقيه زي كلمه بيئه يعني كانها بتقول له انت بيئه يعني. تمام. واي داز شي دو ذس. هي عملت كده ليه؟ She did this because of his clothes and dirty hands. اللبس اللي كان لابسه طريقته مش بتاعت اكابر. مش عيل ولا من عيل الاكابر. تمام. الحاجة التانية برضو ان ايديه كانت متسخة لانه كان شغال مع الحداد وايده مش بتبقى نظيفة. طيب طبعا احنا لا مالناش دعوة بالمهن. احنا دعوة بالكلام في القصة. عشان ما حدش يقول ما انت قلت. لا احنا كل الناس فوق راسنا ونحترمها كلها. لكن هو هنا طبعا عشان شغال حداد ايده متسخة. تمام. She also wanted to break his heart. كمان عايزه تحطم له قلبه لان السيده هشام جايبها عشان كده علشان تحطم قلب رجال. نروح للموضوع الانشائي وكله ست جمل بس او ست اسطر. ماشي. قال الموضوع ذا رول ويمن بلاي ان سوسايتي. الدور اللي بتلعبه المراه في المجتمع. وانت تقدر تحكي في موضوع زي ده سهل جدا وبسيط جدا وكل اللي عايزينه منك ست اسطر. تمام. تقدر تقول ان المرأة نصف المجتمع. تشارك مع الرجل في كل المجالات. تصنع التقدم بالاضافة لرعايتها لبيتها ابنائها. كل الحاجات دي كلها ممكن تتكلم عنها. كده شباب انتهى الامتحان. كان يجيبه لك كتاب المعاصر 2024 على الوحدة التانية من المنهج بتاعك. لكن تدبنا معك لم تنتهي بعد. بنأكد لك شباب ان احنا برضو شغل منهج ان شاء الله من كتاب جيم. واتبعنا يا ريت في الكتابين ان شاء الله عشان تقدر تستفيد باكبر قدر ممكن. ان شاء الله انتظرنا في المزيد مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر أستاذ عزت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.